أنا الطالبة نرمين الحراني، اختصاصي تصميم الأزياء في الكلية الجامعية. أنا موهبتي في تصميم الأزياء، قدراتي طموحي كتير كبير. الكلية ساعدتنا لحتى نقوي خبرتنا وطموحنا. أنا هون في تخرج، ما ضل كتير لحتى أتخرج، وبشكر الكلية إنه هي ساندتنا ودفعتنا لحتى نقوي خبرتنا. أنا عندي طموح وأحلام، إن شاء الله بس أتخرج رح ألاقي فرصتي في سوق العمل.